السلام عليكم دكاترة من كل مكان. هذه المحاضرة الثانية من محاضرات الـ Point of Care البوكس Point of Care Ultrasound اللي هو البوكس اللي هي هايبريد ما بين دكاترة أطباء من أمريكا اللي هم ليبيين قاعدين في أمريكا وأطباء موجودين في ليبيا بيتعلموا منهم. اليوم معنا ثاني محاضرة للدكتور فيصل الغولة، طبعا دكتور متألق، هو Pulmonary Critical Care Medicine، عنده Advanced Critical Care Cardiograph Certified, Instructor Resident, Assistant Professor في My Clinic, Alexis School of Medicine. ما بيش نطور هلبة، خلي الدكتور فيصل يبدأ في المحاضرة متاعه ويعرفنا على محاضرة اليوم اللي هي Ultrasound, Ultrasound Scan of Lung. أبدأ دكتور. شكراً أخوي محمد. Thank you very much everyone who's attending. السلام عليكم، أنا اسمي فيصل غولة زي ما قال الدكتور محمد، واليوم حنتكلم على very important topic or skill that everyone who's taking care of critically ill patient وإلا acutely ill patient should know how to manage. Okay. نبدأ المحاضرة هذه بأني أسألكم سؤال، أو لو أني أنا خشيت على Google Images ودورت كلمة doctor. This is what's gonna show up. Oh, why it's not moving? Yep. Now, كم تلاحظوا في common theme هنا؟ في حاجة مشتركة في كل صور، في كل الصور هذه، وفي الفكر أي إنسان تقول له دكتور أول حاجة حيفكر فيها هي stethoscope. مش عارف في مشكلة في الـ changing الـ slides. Okay. في ف stethoscope هذه أول حاجة حتفكر فيها وأنت تفكر في دكتور. أول حاجة علموهانا في ميديكال سكول وخشينا الكلينيكال ييرز، أنا بدنا نتعلموا كيف تسمع الساوندز في الديفرنت اكزام، وأنا هذا مهم جدا وكل شيء، وهو مهم. بس أنتم لو أنكم تلاحظوا إحنا حاليا في القرن 21 قاعدين نستخدمه في تولز من القرون الوسطى. ف زي ما العلم تطور في كل المجالات، المفروض حتى إحنا نطوره في طريقة الإكزامينيشن بتاعنا. فهدف المحاضرة اليوم هو أن نحول الصورة النمطية للدكتور من الشيء هذا أو الصورة هذه إلى الصورة هذه. I'm just kidding. أنا الفكرة من المحاضرة هذه كلها أن نعطيكم basic يعني key skills، كيف تعرف دير examination للchest وللlung، identify basic important crucial findings اللي حتساعدك في مساعدة المريض بتاعك أو في معرفة الدياجنوزيس بتاعك. أوكي. أول شيء نبدأ بالديسكليمر أن I don't have any financial affiliations to disclose، وأن في المحاضرة هذه حيكون فيه material، there will be material that will be protected by the fair use guidelines of the Copyright Act and all the rights will be reserved to the copyright owners. Okay. I'll start with a few key points. أنك أنت when تدير في lung ultrasound زي ما قال لكم دكتور مجري في المحاضرة الممتازة الأولى، أن لما أنت تحط الالتراساوند بروب أنت بتشوف حاجتين، بتشوف يا أما structure يا أما artifact. الارتيفاكت هو صورة لحاجة مش موجودة، لكن أنت كدكتور تقدر تستخدم الصورة هذه أو الارتيفاكت هذا باش يساعدك في معرفة diagnosis معين، تمام؟ فهذه مهمات، يعني أنت بتشوف two findings يا أما structures يا اما تشوف artifacts، وحنتكلم in details عليهم. الشيء الثاني اللي بنقوله لكم ان الالتراساوند has way higher sensitivity and even specificity than the chest x-ray، اللي هي احنا عندنا standard of care ديما جاك بيش عنده اي مشكله في الصدر تبغى تدير chest x-ray، في حين انك انت لو انك درت الالتراساوند you can get way more accurate findings وتقدر تكتشف حاجات تكون سطل في chest x-ray ما تقدرش تكتشفها بسهوله. الشيء الثالث أن الـ POCUS examination of the lung it shouldn't take more than 5 minutes to do full comprehensive lung ultrasound examination. وتقدر تديره كله ببروب واحد اللي احنا نسموه فيه فيس الري، وحنتكلموا more in details عليه بعد شوية. أوكي. نبدأ بالـ indications. أمتى ندير lung ultrasound أو أمتى نفكر أن ندير lung ultrasound؟ لما بنشوف أي مشكلة في any of the lung structures، يا إما تكون lung بلورا اللي هي المشاكل اللي صايره في البلورا زي النيموتوراكس، بلورا الافيوجن، امبايما، بلورا الافيوجن ومشتقاتها اللي هي الامبايما، كالوتوراكس، هيموتوراكس، وات ايفر.
البارينكيمال لانج ديزيز يعني مشكله في التيشيو بتاع اللانج نفسها، يعني اللانج از ادماتاس ولا فيها انفكشن ولا فيها مالجنس ولا فيها اي شيء تقدر تشوفها باللانج الترا ساوند. والشيء الثالث تو جايد بروسيجرز. في اغلب توا دول العالم حاليا انك انت باش تدير بروسيجر ذات انفولفينج ذا لانج يعني من برا بيركوتينيوسلي، يو شود اولويز دو ات او موستلي يوز ات وذ دو ات وذ الترا ساوند جايدنس. احيانا نديروا فيها سيتي جايدنس بس اغلبيتهم يعني تشست تيوب بليسمنت ثوراسنتيزس، احيانا حتى البلورال بايوبسي ثوراكوسكوبي، كل الاشياء دي تبدا فيها بالترا ساوند. فاتس فيري فيري امبورتنت اند كروشال سكيل تو ليرن اند ات ويل سيف يو ا لوت اوف تايم اند ايفورت in diagnosing the patient's condition. Okay. طبعا زي اي شيء فيه ديما عندك مش نقول contraindication نقول limitation للالتراساوند. طبعا الالتراساوند it's not perfect tool, it's great tool but it's not perfect tool. ففي عندك شويه limitations موجوده قدامك. I'm sorry, I just want to set the timer, I forgot to do that. باش نفوتوش الوقت. Okay. The limitations of the lung ultrasound or ultrasound in general of the chest here اشياء في chest wall اغلبيتها اشياء في chest wall itself مش في اللنج. فاحيانا المرض بتاع المريض بتاعك يكون مثلا جايك تروما وصاير له subcutaneous انفيزيما نقولها surgical انفيزيما. فزي ما انتم شفتوا في المحاضره الاولى الهواء is not a good conductor of ultrasound waves. ف This will affect the quality of the image significantly. ما يخليكش تعرف شن صاير تحت ال chest wall. فهذه الصورة متاعت مريض عندها subcutaneous emphysema. وتحط الالتراساوند بروب مش هتقدر تشوف أي شيء تحت منها، فمش هتعطيك good and safe information تخليك تعالج المريض بشكل صح. فلذلك ما ننصحكش إنك تدير الالتراساوند إذا كان المريض بتاعك عنده أو تعتمد عليه إذا كان المريض بتاعك عنده surgical emphysema. الشيء الثاني لمصلحة المريض أنت تبيش تنقل العدوى خاصة في المستشفى في بكتيريا وفي drug resistant bugs. إذا كانت البيشنت عنده مثلاً بيرنس أو عنده ستيفن جونسون سيندروم أو عنده أي شيء exposing the skin integrity, you shouldn't do the lung ultrasound in this area. You might do it the other side. And finally, في ناس يكونوا extremely obese. Obese بدرجة أن chest wall thickness أحياناً 30 centimeters. In this case, يعني أنت أغلبية البروبس ما تفوتش 30 centimeter, فمش هتقدر أنت تشوف good quality images. In which case, أحياناً تضطر أنك تدير chest X-ray, chest CT, other findings. Okay, بس otherwise there is no real limitation to the lung ultrasound. The sky is the limit. Okay. نبدأ توا بـ how to examine your patient. تمام. أنت توا خشيت للروم emergency department ولا في الاي سي يو وجاي تدير examination للبيشنت. فأنت عندك شوية حاجات تبي تديرها قبل تحط البروب على البيشنت. أول شيء أنت تبي تحط البيشنت في proper position اللي هي positioning of the patient. لما أنت تحط البيشنت في position depends عليه كيف المريض متاعك الكونديشن بتاعته overall. هل هو مريض يقدر يقعمز؟ هل هو مريض ما يقدرش يقعمز؟ هو يعني unconscious؟ هل هو على الميكانيكال فنتليتور؟ it's variable depends على البيشنت. بس الـ ideal situation وانت تبدير البيشنت lung ultrasound هي الـ seated position. كيف يعني seated position؟ جي تحط المريض على الـ edge of the bed حاشية السرير او على كرسي اذا كان مثلا جايك العيادة، وتحط قدامه طاولة. شوية بس خليني نحاول ان نشوف How's yeah. Okay. تحط المريض على السرير أو الإدج أوف ذا بيد، تحط قدامه طاولة وتحط مخدة وتقول للمريض يقعد هكي قدام، أو أحيانا يقول هكي. شنو الفكرة منها الحركة هذه؟ فكرة منها أنك تدير شيئين. أول شيء تباعد السكابيولا، لأنكم تلاحظوا في البوزيشن هو السكابيولا تباعدت، ف this exposes the back for you. When the patient bends forward يباعد لك الريبس من تالي على بعضها، فيعطيك ويندو، لانك انت هم بتدير لانج التراساوند مش هتحط الالتراساوند بروب على البون، انت بتحطها على المسافه اللي ما بين الريبس انتركوستال سبيس باش انت تاخذ ويندو هيك وتشوف منها. فهذا علاش احنا بنحطوا البيشنت في البوزيشن هو. احيانا المريض بتاعك ما تقدرش تحطه في البوزيشن هو، احيانا المريض بتاعك انكونشس او المريض بتاعك ما يقدرش يعمز لاي سبب. لو انك تقدر تحطه في الليفت لاترال بوزيشن او الرايت لاترال بوزيشن ذيس جريت، otherwise تقدر تديرها انترو بوستيريور لكن هتحاول انك تغطي انتيريور. تقدر تديرها وايت سوباين لكن تحاول تغطي ثلاثه areas anterior lateral and posterior. Okay, this is the position of the patient. It's very important point في كل الالتراساوند، مش بس في اللنج ultrasound، ابدومينال ultrasound، echocardiography، ديما proper position is a key.
ثاني شيء نبي ناكد عليه هو البروب سيلكشن. لما انت بتخش بتدير لانج التراساوند او اي التراساوند، اول ما تفتح خاصه الاجهزه الجديده بيطلب منك بعد انت تدخل بيانات المريض، اسم المريض ورقم الملف، هيطلب منك الجهاز انك تعطيه شنو هو المود اللي بتخدم به، شنو هو البروب اللي بتستخدمه. That's very important انك انت تعرف شنو هم البروبس الموجوده عندك، اقل شيء في الموست كوميرشال التراساوند ماشينز. فانت احنا عندنا ثلاثه انواع من البروبس اللي نقدر نستخدمها في اللانج، في اذرس لكن احنا هذول نستخدمه فيه مينلي في اللانج. اول واحد اللي هو هذا اللي تشوفوا فيه وهذا الموست كوم يوزد وقلنا عليه في الاول انه هو اول راوندر، يعني تقدر تستخدمه في كل الاكزام، يسموه فيه فيس اري. وزي ما لايك وات دكتور ميجري سيد ان لاست ليكتشر، قال لكم على انواع البروبس وكيف انهم يختلفوا، لكن الاختلاف هو في الفريكوانسي والبنتريشن. كل ما تزيد الفريكوانسي كل ما ينقص البنتريشن، كل ما تكون الصوره اوضح. كل ما تنقص الفريكوانسي كل ما يزيد البنتريشن وتكون الصوره اقل وضوح. البنتريشن يعني الدبت، يعني عمق قديش انت تقدر تاخذ عمق من الصوره. ف البروبه هو ميزته انه هو الفريكوانسي بتاعته جايه في النص، والدبت بتاعها كويس 35 سنتي. اغلبيه الستركتشر از جونا سي ات لو انك حطيت البروب هنايا وتاخذ عمق 35 سنتي، هذه حاجه كويسه تقدر تشوف اغلبيه الستركتشرز اللي انت تبي تشوفها. فاحنا نحبوها البروب هو اللي اسمها فيس اري بروب. طبعا كيف يعطي في يعطي في في شيبد ويندو. وطبعا زي ما تشوفوا الفوت برنت بتاعتها صغيره، فالجهه تقدر تحطها على الانتركوستال سبيس وتجي ما بين الربس وتمشي، يعني تعطيك جود ايمج. نيكست بروب اللي موجود عندنا او الترانسديوسر اللي موجود عندنا اللي هو اللينير بروب. تمام، اللينير بروب هذا فريكوانسي بتاعته عاليه، في ذاك البنتريشن اقل لكن صورته اوضح بهلبة. ونوريكم ان الفرق بين الصور بتاعتهم بعد شويه. تمام، نستخدم فيه احيانا بنشوف بلورا بس. ثالث نوع من انواع البروبس عندك الابدومينال اللي يقولوا له او الكيرفي لينير، هذا يعطي لارج ايمج الفريكوانسي بتاعته والدبت زي لولا، غير مشكله ان احنا ما بنقدرش نستخدموه ديما في اللانج لانك تجي على الريبس. نستخدم فيه مرات في السمان اللي هم عندهم ثيك تشست وول باش تقدر تشوف الديبر ستراكشرز. اوكي، الشيء الثاني اللي بنركز عليه اللي هو المود. المود عندك ثلاثه مودز في الالتراساوند تقدر تستخدمهم في اللانج. عندك بي مود اور 2 دي مود نقول له، اللي هو يعطيك صوره مشابهه اللي انت تشوف فيه في كتابات الاناتومي. وفيه الام مود اللي هو يعطيك الويفز كيف ماشيه، وهذا المود القديم. وفيه سي مود اللي هو الكالرد مود، وهذا يعتبر تبع الدوبلر. ثالث حاجه، فانت ديما غالبا بتبدا بشيء، بتبدا بال2 دي مود اور ذا بي مود، وبعدين بتقلب على المود الثانيات اكوردنجلي. اوكي، ثالث حاجه واخر حاجه في الستارتنج اب هي البروب اورينتيشن. والبروب اورينتيشن مهم جدا ليك انت باش تعرف روحك، انت تعرف وين راس المريض وين رجليه، تعرف انت وين في وين ستراكشر موجود في جسم المريض، فوق ولا لوطه ولا يمين ولا يسار. فهم عاطين لك الشركه تلقاها حطت لك هنايا اورينتيشن ماركر محطوط هنايا، والاورينتيشن ماركر هذا ريبريزنتد هنايا في البيكتشر تلاقيه بهي نقطه زرقاء او خضراء او حمراء، المهم يدور لك نقطه هنايا. فانت تبي تظبط روحك وين البروب بتاعك، فوق ولا لوطه، يمين ولا يسار، بناء على النقطه هذه. احيانا شنو ندير انا ونبدا انا مش عارف روحي وين، ناخذ البروب مثلا، هذا هو البروب، نجي نحط الجل نبدا نمسي هنايا باش نعرف روحي انا وين الاورينتيشن بتاعي. بس this is a crude way، احسن طريقه انك تركز تظبط وين البروب اورينتيشن ماركر. تمام، لو درنا سيتنج للماشين بتاعتنا، عرفنا شنو هو درنا سيتنج للماشين، حطينا المريض قمزناه او رقدناه في الوضعيه اللي نبوها، حطينا الماشين ولعناها، حطينا المود والبروب وشدنا البروب عندنا كدنا، طيب بنعرف احنا شن وين نحطه البروب، هو نحطه انتيريور اللي بوستيريور، يعني شن البلان بتاعي، يعني خطه اللعب بتاعي. طبعا في هلبه بروتوكولز. تمام، ما تدخلوش روحكم بها، انا حناخذ the simplest one of it اللي يسموا فيها البلو بروتوكول. وهذا يعتمد على طبعا crude imagination of where the structures are،
باش انت تعرف تغطي اغلبيه اللوبس، اغلبيه الارياس بتاعت اللنج بوت سايدز، تمام. فانت عندك سته مكانات، سته ارياس، عندك انتيريور ابيكو انتيريور اند بيزل انتيريور، ابيكو اكزيلري، بيزل اكزيلري، وبعدين وين يلف المريض تلاقوا فيه البوستيريور، هذا ما ابيكال اند بيزل، تمام. طبعا الابيكال تشوف للابكس، البيز تشوف البيز اوف بلورا، الابيكال تشوف فيهم ديما لانج ستراكشرز، مش حتشوف فيهم بلورا افيوجن الا نادرا، البيز اللي هي اللي بتشوفها البلورا افيوجن ايفالويشن كويس للبلورا، تمام. فهذوم الارياس لازم تتفكرون، يعني واحده فوق واحده لوطا انتيريور اللي ذا ميد اكزيلري لاين، واحده فوق اللي هي على الاكزيلا، واحده لوطا على الميد اكزيلري لاين، واحده فوق واحده لوطا في البوستيريور، يعني مش نقول بوستيريور اكزيلري، جاي هنا في نص السكابيولا، طبعا واحده ميديا للسكابيولا، واحده بيلو ذا تيب اوف ذا سكابيولا، تمام. تمام، طبعا نبدو في مور ديتيلد ابروش، تمام. احنا حطينا عرفنا ونحط البروب، شو بنشوفه في كل اريا. لما نبدو باول اريا اللي هي اللنج ايبكس، تاخذ البروب تحطها عليه الابيكو انتيريور في الرايت سايد مثلا او في الليفت سايد هنايا، شو انت بتشوف؟ انت حاط في بالك بتشوف انا عن نفسي ونشوف هيك، نشوف في حاجه واحده، نبي نشوف هل في نيموتوراكس ولا ما فيش نيموتوراكس، لان فوق اغلبيه الابنورمال تنزل لوطه مع الجرافيتي اذا كان في فيوجن او اي شيء، لكن اذا كان في نيموتوراكس لهو بيركب فوق، فهذا المكان اللي بنشوفه فيه نيموتوراكس اكثر شيء. تحط البروب على الميد اكزيلري لاين، ام سوري ميد كلافيكولار لاين في السكند ثيرد ريب، تبي تشوف هل فيه نيموتوراكس. مرات تشوف اللنج بارينكيما اذا كان فيها بي لاين سوداء. طبعا المود زي ما كنا نقوله تبدا ب 2 دي مود او في بي مود، وبعدين تغير على الام مود وتنقول علاش تغير على الام مود. البروب زي ما كنا نقوله فيس الري ولا اللينير، ما تستخدمش الابدومينال البروب هنا، مش حيعطيك هذا انفورميشن، يعني تقدر تاخذ انفورميشن لكن اتس نوت ايديال. اللوكيشن زي ما كنا نقوله انتيريورلي ات ذا ليفل اوف ذا سكند اور ثيرد انتركوستال سبيس، والاورينتيشن زي ما تشوفوا الماركر ديما ديما فوق، ديما في اللنج الترا ساوند ديما اول ما بتبدا اي فيو بتبدا والماركر يشوف جهه هيد اوف ذا بيشنت، باش انت تعرف روحك وين ليش تشوف، لو انك حطيتها مقلوب حتلخبط عليك الدنيا كلها، خاصه لو انك تدير في البروسيجر، تمام. بتبدا زي ما كنا نقول الماركر هيدز اب وبتشوف فوق، شنو حتشوف؟ حتشوف الصوره هذه، الصوره اللي حتشوفها هي anatomical description of the chest wall. من الاخير مش حتشوف هلبه من اللنج، حتشوف skin epidermis، تشوف بعدين pectorals major muscle intercostal muscles ribs sometimes you'll see the rib shadow or you'll see the rib shadow اذا كان كنت مغطي الاريا هذه، وبعدين بتشوف two layers of pleura. This is very important. Lung you'll not see a lot of the lung tissue لان اللنج معبيه هو. بعدين وانت هنا طبعا بلاني سامحني سكيب ذا بريفيوس سلايد، تبي تركز بتشوف ذا سيم ستراكشرز اللي قلناهم وبتركز عليه البلورا، هذه اهم حاجه عندك، انت مش تدير في الترا ساوند تشست وان، تدير في الترا ساوند اللنج، الحاجه الوحيده اللي حتقدر تشوفها من اللنج في الجهه هذه هي البلورا. طبعا زي ما كنا نقولوا عندك سكن سبكوتانيوس تيشو عند بيكتورالس ميجر ماسل انتركوستال ماسل ريبس ريب شادو، بعدين في عندك بلورا. لو انت تركزوا كويس، لو انك انت مثلا هذا مستخدمين فيه لينير بروب، اعطي فيري جود هاي كواليتي ايمج، فتشوف فيه تو لايرز بتاعت البلورا سلايدنج ان ايتش اذر، تمام. هاو تو جو باك، يب طلعت لك البكتشر هذه. نكست ستيب او نكست ثينج اللي بتديرها انك بتجي تحط لاين هنايا، تحط ترص على بطنه الام مود وتحط اللاين هنايا باش تشوف البيكتشر هذه، فيري امبورتنت بيكتشر، سموها سي شور او شط البحر. علاش تطلع لك هي البيكتشر بالشكل هذا؟ اي حاجه ستيل نوت موفينج نوت سلايدنج حتطلع لك في الالترا ساوند هيك. اول ما بتبدا تتحرك تتلخبط الصوره هنايا. في عندك لاين يفرق يعني اللي يفصل لك الجهه المتحركه من الجهه الثابته. هذا يعني ان ما عندكش ان عندك lung sliding هنايا، lung is touching the chest wall at the level of the pleura، فهذا علاش احنا نقولها seashore sign، تبان زي seashore. لو
لأنك شفت الصورة هذه، هذا معنى الإنسان طبيعي عنده شنيو توركس. أوكي، it's very important sign، اسمها C-sure sign. أوكي، next أنت درت الألتراساوند بروب، حطيتها على الأبيك أنتيريور أريا، شفت اللانك سلايدنج، درت الإم مود، طلع لك الشكل هذاك اللي قلنا عليه اللي هو C-sure sign. بتشوف اللانج سلايد، طبعا نسيت ما قلت لكم مش انا اللانج سلايدنج كيف تظبطها، اللانج سلايدنج انها صايره ولا لا. تشوفوا في الحاجات الصغيره هذه اللي تطلع، هذه اسمها كومت تيل او زي ديل المدنب، هذه تطلع عليه الانر سيرفيس اوف ذا بلورا، ونشوفها معناها في صاير لانج سلايدنج. تمام، نيكست ستيب انك تاخذ الالتراساوند بروب بتاعك فيسنج اب، تب ذا الالتراساوند كانت فيسنج اب، بتدير 90 ديجري روتيشن تو وات ايفر دايركشن. بس اهم شيء عندك انك انت تخلي الفوتبرنت بتاعت الالتراساوند بروب بارلل تو ذا ريبس، ما بين الانتركوستال سبيس. علاش علاش نديروا فيها بما ان احنا شفنا اللانج سلايد؟ ذيس از فيري امبورتنت تيب، لانك انت ما بتدير الشكل هو، حتشوف اول شيء تاكد اللانج سلايدنج بتاعك. لكن الشيء المهم الثاني اللي بنقوله لك انه احيانا اللانج سلايد مش بالطريقه، مش بال يعني بتلقى في اريا فيها لانج سلايد وفي اريا ما فيهاش، لان النيموتوركس مش يونيفرسال. احيانا انت حاط البروب بتاعك هنا يا كنت فتشوف لانج سلايد كويس، لكن انت يو ار ميسنج لارج نيموتوركس هنا، فيو هاف تو بوت يور التراساوند بروب لاترالي بس تشوف اللانج موفينج سايد تو سايد. ذيس از فيري امبورتنت. اوكي اوكي، سو ذيس از الابيكو انتيريور اريا او ايفالويشن اوف لانج ابيكس. هذا كله normal findings. خلينا نخش نشوف الابنورمال findings. في حالة النيموثوراكس شنو يصير في الاناتومي بتاع اللنج؟ يتغير الاناتومي بتاع اللنج بحيث انه في هواء يخش ما بين البارايتال بلورا اند ذا فيزرال بلورا، فما عادش تشوف سلايدنج ما بين البارايتال بلورا والفيزرال بلورا. تشوف chest wall findings، تشوف بارايتال بلورا، بس you'll never see anything deeper than that. اللي حتشوفه حتشوف ممكن reverberation أو صدى، لكن مش حتشوف lung sliding، وهذا اللي نتكلم عليه هنا. حنوريهم في الصورة الجايات. في ثلاثة findings مهمة جدا حنتكلم عليهم شوية details في pneumothorax. أول شيء اللي هي أنا ما فيش lung sliding، لأن ما فيش بلورا touching يعني visceral بلورا touching the parietal بلورا، فما فيش lung sliding picture اللي تشوفها هذيك. ثاني فايندنج مهم جدا هو انك انت حتشوف حاجه اسمها باركود ساين في الاموت، حنقول شنو هي. واخر حاجه في حاجه اسمها لانج بوينت. هذوما الثلاثه فايندنجز كروشال انك تشوفهم في حالات البيشنت اللي عندهم نيموتوركس. طبعا ابسنس اوف لانج سلايدنج، لو كنت تفكروا بكري وحطينا لانج الترا ساوند هنا، كان في لانج شفت البلورال لاين، تشوف في لانج سلايدنج كويس قدامك. تمام، قارن الصوره هذيك بالصوره هذه، ما فيش لانج سلايدنج، التشست وول كله يتحرك بس ما فيش لانج سلايدنج. تمام، هذه الساين اللي هي absence of lung sliding is very useful finding and تخليك انك تفكر في نيموتوراكس، يعني very sensitive to نيموتوراكس بس فيها او very specific to نيموتوراكس، بس فيه other conditions that can give you exactly the same thing without pneumothorax. لو اي حاجه وقفت سلايدنج بتاع اللنج او حركه اللنج اللي هي الاكسبانشن والانفليشن والديفليشن حت كومبرومايز اللنج سلايدنج. مثلا لو انك انت مداير رايت مين انتوبيشن، درت انتوبيشن للمريض والانتوبيشن صارت في الرايت سايد، لو انت حطيت التراساوند على الرايت لنج حتشوف في لنج سلايد، الليفت لنج ما فيهاش، ما فيش هواء يخش ويطلع، فما فيش سلايدنج. فهذه مرات ساين اذا كان كنت درت انتوبيشن للمريض ومش عارف هل انا درت رايت مين انتوبيشن ولا انا درت بروبر انتوبيشن، تقدر تحط الالتراساوند بروب بايلاترال. ثاني شيء الاتيلكتسز، لو ان الاريا هي صار فيها اتيلكتسز او كونسوليديشن او ما يخش لهاش الهواء حتشوف انها ما فيهاش لانج سلايد، لكن في في طريقه تقدر تفرق بيناتها تنقلها في الاخير. في شيء ثاني حتى هو ممكن فاتني ما قلت لكمش عليه، ان اول ما تشوف اللانج التراساوند اول ما تحط البروب بتاعك the most important thing انك انت to identify the pleural line صح. انت في هلبا structures الالتراساوند مش ملون، فانت لازم اول شيء تديره انك identify الرب من فوق من لوطة، تزبط تشوف الرب بتاعك وين، والبلورة ديما في ال inner surface of the rib. I saw so many times and myself I got confused many times ب ال membrane بتاع ال pectoralis major muscle، نحسبها انه هو هذا
البلورا. لازم انت تاكد تشوف الريبس, تشوف الانر بوردر اند اوتر بوردر بتاع الريبس, تتاكد ان في عندك بلورا وفي هالنج سلايدنج كويس. هذه بوينت حبيت نوه عليها قبل ان بروسيد فيردر. اوكي, فهذه اول ساين من النيموثوراكس هي absence of lung slide. ثاني ساين of pneumothorax هي الباركود ساين اللي هي هذا. I'm just kidding. It's more than that. انت وين بتحط البيشنت الالتراساوند بروب عليه بالشكل اللي كنا نشوفه فيه وما لقيتش فيه lung sliding, لكن انت شاك مش قادر تقول for sure الالتراساوند كواليتي بتاعتك ماهيش 100%, وانا مش متاكد 100% ان هذا فيها lung sliding ولا ما فيش lung sliding, حط على الام مود. اول ما تحط على الام مود حتبان لك البيكتشر, هل هي سي شور اللي قلنا عليها وتزري اشورينج ساين, او هي ستراتوسفير ساين او باركود ساين. الباركود ساين سموها لنا شكلها زي الباركود, ما تلقاش في اريا موفينج, كلهم لايرز. تمام, سنسيتيفيتي بتاعها ات از نوت ذا جريتست سنس, يعني سنسيتيف ماركر, بس اتس فيري سبيسيفيك. لما تشوفها اتس فيري فيري سبيسيفيك. تمام, هذا الفرق بيناتهم, يعني هذا الفرق بين النورمال اللي هو سي شور ساين صار فيه موفمنت هنا وفيه بلورا, وهنا يا ستراتوسفير ساين اور باركود ساين ما فيش اي موفمنت ثرو اوت ذا تشست وول اند ذا لنج, وهذه البلورا اللي تقدر تميز. تمام, ثالث ساين which is very important very specific ساين هي اسمها لنج بوينت. شو معناها لنج بوينت؟ لنج بوينت معناها البوينت اللي فيها اللنج touching the يعني ال lung touching the pleural space مقارنة بالجهة اللي فيها air. كيف بنقول هيك؟ lung point هي البوينت اللي at ends at the lung surface. تمام, فهنا فيه هواء, هنا واضح علي أن فيه هواء, وهنا فيه lung تتحرك جهة الهواء وتمشي بعيد عليه, هذه نسمى فاحنا lung point. It's a very specific sign, once you see it you are 100% sure that this patient is having pneumothorax. وطبعا احنا احيانا في البروسيجرز تستخدموا فيها باش نعرف وين نركب مثلا chest tube, تلقاها البوينت هي ما نتبعد عليها لان اللنج قريب عليك برا, مش الجهه الثانيه تركب فيها chest tube. طبعا sensitivity مش the greatest. علاش؟ لان مرات يكون large pneumothorax, large pneumothorax لازم تدور وين الاريا اللي فيها collapsed lung باش تلقى اللنج بوينت, لكنها very very specific 100% specificity, وهذه حاجه من الحاجات النادره في الطب انك تشوف 100% specificity. مره ثانيه هذاك explanation of the concept of the lung point. انت هذه كلها نيموثوراكس, تجي اللنج تخش للفيو وتطلع من الفيو, هذا اللي صاير. تمام, احيانا تحط الام مود باش تاكد انك شفت لنج بوينت ولا لا. طبعا هنا تشوفوا حاطين اللاين بتاع الام مود تحطه هنا على الاريا اللي تشوف فيها البوينت بتاع اللنج, حتشوف هنايا فيه نيموثوراكس, هنايا بعد نخشت اللنج ده فيه موفمنت, بعد نتنحت اللنج ده باركود, مره ثانيه سي شور باركود, فهذه لنج بوينت على الام مود. تمام, هذه أول فايندينج في البلورا واللي هي النيموتوركس. تمام, ثاني فايندينج مهمة جدا اللي هي البلورال افيوجن. البلورال افيوجن زي ما كنا نقوله اللنج التراساوند is very sensitive for finding pleural effusion. يعني تقدر تلقى 5 مليليتر من البلورال فلويد, يعني تقدر تلقى نص شرنجة من الفلويد, يعني شوية مية في قاع طاس الشاهي, هذه هي الكمية اللي يقدر يطلعها اللنج التراساوند, في حين أنه الشست اكس راي تحتاج طاسه كبيره ميه فصل البلوره باش انت تقدر تميز, باش تقدر تشوفها انت في اللنج الترا ساوند. فمعناها في جريت سنسيتيفيتي في الالترا ساوند هنا عليه, او جريت ادفانتج للالترا ساوند عليه الشست اكس راي. طبعا في البروسيجرز هنا في امريكا, وان كنت في قطر وفي اوروبا في كل مكان, الالترا ساوند از ذا ستاندرد اوف كير فور بروسيجرز اللي هم الشست تيوب بليسمنت, الثوراسنتيز, الشيء هذا في البركشن, والشيء هذا ما عادش يستخدموا فيه. اتس فيري امبورتنت انك انت تتعلم هاو تو ايدنتيفاي بلورال افيوجن اند ميجر تو ذا الترا ساوند. ثالث شيء اللي هي ات كان هيلب يو, مش 100% بس تعطيك كلو هل الفيوجن اللي قدامك هذا اكزوديت ولا ترانزوديت, نتكلم عليها ان مور ديتيلز. فانت وانت تحط الالترا ساوند بروب تراينج تو ايفالويت بلورال افيوجن, خاصه لو البيشنت از ان سيتد بوزيشن, الجرافيتي حتنزل الفيوجن لوكا. فزي ما تشوفوا انتم الستركتشر اللي بتشوفهم قدامك, تشست وول, بارايتال بلورا, افيوجن, فيزرال بلورا اند لانج,
واهم شيء انك انت تلقى الديافرام، باش تلقى البيكتشر هذه لازم تلقى الديافرام. فاول شيء تديره وانت تدير الالتراساوند، تحط الالتراساوند بروب على البيزل ارياس اللي قلناهم، هتكون اللي هم ابيكو انتيرير ابيكو لاترال اند ابيكو بوستيرير، وبعدين بيزو انتيرير لاترال اند بوستيرير، هذه الاريا اللي بتشوف فيها انت الديافرام. هذا اول حاجه بديرها، انك تحط البروب على الارياس الثلاثه هذوكم وتدور الديافرام. This is the first thing. اول ما تلقى الديافرام تحاول انك تشوف الريليشن بتاعت اللنج والدورال فيوجن الاذر ستراكشرز تو ذا ديافرام. تمام، فهنا هذا الكلام اللي قلت فيه، يعني انت حطيت الالتراساوند بروب الماركر towards the head، حطيتها ما بين الريبس، شوف لقيت الديافرام. هذا هو اول ما حطيت انت لقيت الديافرام، اوكي تمام الامور تمام. تبدا تشوف هنا في بلورال فيوجن، في لانك حتعرف راسك من رجليك بالشكل هذا. هذا الفيو اللي حتشوفه، حتشوف chest wall، parietal dura، visceral dura، rib diaphragm and then the lung tissue. تمام، this is very important. هذه يسمى quad sign. هذه اذا كان كنت static sign بتاعتك الكواد ساين، انك انت تحط الالتراساوند بروب على الريبس، ميز بين تشوف الريب شادوز قدامك، هذا الانتيريور اند بوستيريور بوردر اوف ذا ريكتانجل، وبعدين تشوف البارايتال بلورا الفيزرال بلورا، وهذه الاريا اللي فصلناها افيوجن، هذه static. بس لو انك انت غيرت على الام مود حتشوف حاجه اسمها sinusoid sign، هذه تاكد لك الدايجنوز بتاعك، اللي هو اللنج لما المريض يتنفس في الانسبيريشن تجي قريبه من تشست وول، الاكسهاليشن تمشي بعيد على تشست وول، وهذا اللي نسمى احنا sinusoidal sign on the M mode. مرات ما تشوفهاش sinusoid sign على M mode، علاش؟ البيشنت مثلا عنده septation، ولا البيشنت عنده consolidation، اللنج بتاعته مش flexible ما تتحركش، فمش حتشوف sinusoidal sign مع ان المريض عنده pleural effusion. في ساين ثاني مهم اسمها thoracic spine. زي ما قال لكم الدكتور المجري ان الميه is a good conductor للالتراساوند waves. فلما انت تشوف السباين كويس لوطا، تشوف هنا في السباينال بروسيسز هنايا، في السباينال فيرتبرال بوديز هنايا، فانت تشوف السباين معناها في عندك جود كوندكتنج ميديا. هذه مش لنج معناها اللي قدامك، هذه معناها ميه. تمام، ف this is a helpful sign of thoracic spine sign or spine sign. تمام، تو احنا عرفنا ان قدامنا افيوجن، كيف نعرف قداش كميه الافيوجن اللي قدامي؟ كيف نعرف ان هو الافيوجن هذا كميه كبيره نحتاج ندير لها تابنج، ولا كميه صغيره مش لازم ندير لها تابنج؟ في شويه، طبعا هذا سؤال قاعد الانسر ليه مش 100% يعني فاليديتد، لكن دايرين هذا الستديز باش يديروا ميجرمنت بيزد على الالتراساوند فايندينجز. والاكثر شيء اللي هو نحن نستخدمه فيه او نقدروا نقولوا ان هذا إلى حد ما validated هو 5 سنتيمتر رول. إذا كان كنت لقيت chest wall متاعك الـ distance من البارايتال بلورا للفيزرال بلورا حوالي 4.5 إلى 5 سنتيمتر، أنا أنت at least عندك 800 مليليتر، هذا طبعا الستديز من دارت، عندك 800 مليليتر of fluid in the pleural space. تمام، هذه الطريقه كيف تدير لها ميجرمنت، يا اما تدير لها ميجرمنت من البيز لنج الى الديافرام، او تدير لها ميجرمنت اذا كانت تشوف لاترالي من التشست وول الى البارايتال دورا في اللنج، وتعتمد على البروب بوزيشن بتاعك. فانت لازم تحط البروب بوزيشن بتاعك صح، اذروايز انت يو اوفر استيميت ولا اندر استيميت بيزد اون ذا انجل بتاعك. تمام، قلت لكم انا ممكن تقدروا تديروا شويه ديفرنشيشن ما بين ترانزيت او اكزيت، ولا تقولوا شنو هو الكواليتي بتاع الافيوجن اللي قدامي، هل هو ميه او هو بس او هو بلد او سمثينج ايلس. تمام، فالبلورال افيوجن اللي هو ترانزيت، اللي هو اللي زي الميه، ما في شيء، هذا تلقاه اسود يعني ما في شيء اي نقط، ما في شيء اي ايكوجينيسيتي، انيكويك يقولوا له فري فلوينج انيكويك، هذه الديسكربشن اللي تلقاها في الالتراساوند ريبورت. في حين لو انك لقيت اي نوع من انواع الهيتروجينيسيتي باثوجنومونيك، ان البيشنت عنده نون ترانزوديتيف، ممكن يكون امبايما، ممكن يكون جاست ترانزوديت اكزوديت، ممكن يكون بلود، لكن اذا كان شفتوا الفرق بيناتهم، هذه كحله سوداء ما فيهاش اي شيء ابيض، هذه فيها شويه حاجات بيض داخل، نقول لهم طبعا ديبندس على السايز بتاعهم، احيانا نسموا فيهم بلانكتون ساين، هذه نقولها لكم نكست ساين اللي هي بلانكتون ساين. اذا كان لقيتهم قط، هذا شنو؟ هذه ديبريز الداخل معبيه، معناها هذا اللي قدامك امبايما. تمام، على الاغلب امبايما. طيب لو ان لقينا فيه لايرنج صاير، ام سوري، لو ان لقيت فيه سبتيشن، طبعا واضحه السبتيشن، معناها هذا اكزوديت والا بلود، ودار سبتيشنز ودار لوكيليشنز.
هيماتوكريت ساين هذه اذا كان كنت اللي قدامك بلود هيموثوراكس خاصه في حالات التروما جايك مريض داير حادث حطيت الالتراساوند عليه بتشوف هل هو هذا نيموثوراكس قصدي هيموثوراكس ولا بدور الافيوجن ولا كايلوثوراكس خاصه في التروما يسمى كايلوثوراكس بتشوف لايرنج يعني فوق اكحل ومن لوطه اغمض يعني ابيض هذا اسم هيماتوكريت ساين علاش لان زي ما تدير انتم في الاي اس ار تفكروا في الفسيولوجي زمان وكنا نديروا في التجربه انك تحط الاي اس ار البلود في الاي اس ار ينزل يصير في سيدمنتيشن للبلود لوطه فهذا اللي صاير هنا صاير في سيدمنتيشن لوطه للريد بلود سيلز والفوق قاعد مور كلير اللي هي السيرم البلازما نيكست ساين اللي هي مهمه جدا لنا اسمها جيلي فيش ساين جيلي فيش ساين طبعا انا عارف اني اقول لكم في هلبة ساينس تو قدامكم تفكروها حاولوا انكم تتفكروها لكن في الاخير حنعطيكم يعني الجوريثم on how to use all of these signs وتحطها في البراكتس تمام نرجع جيلي فيش ساين امتى نستخدمها جيلي فيش ساين اذا كان لقيت انا قدامي افيوجن ولارج افيوجن لكن انا مش عارف هل هو اللنج اللي تحتمل الافيوجن هذه لنج طبيعيه والا لنج كونسوليديت هل هي اللنج هي مضغوطه بس من الافيوجن مسكرها هيك او فيها كونسوليديشن الجيلي فيش اللي هي هذه الحريق تعرفوها انتم هذا اللي هو قنديل البحر او احنا نقول له في ليبيا الحريق مرات انت بدها تعوم وخاصه جهه زواره هذا الجيلي فيش شوف الموفمنت نتاعها حتشوف انت اللنج تتحرك بشكل معين هيك زي الجيلي فيش This means ان اللنج اللي قدامك هذه فليكسبل ما هيش يابسه مش معبيه باي شيء داخل اللنج قاعده نفس الكاركترز تاعتها غير نضغطه بالفيوجن قارن الصوره هذه بالصوره هذه شوف اللنج هذه كيف صاير لها اللنج هذه يابسه زي سيلها كونسوليديشن مش قادره تتحرك هذا كيف تفرق بين الفيوجن اللي قدامك هذا فيوجن اسوشيتد وذ كونسوليديشن ولا فيوجن اسوشيتد وذ اتيلكتسس نتيجه الفيوجن عادي تمام طيب احنا درنا ايفالويشن للبلورا شفنا النيموثوراكس عرفنا كيف نميز النيموثوراكس من النورمال لانج شفنا الافيوجن عرفنا هذا افيوجن ولا مش افيوجن هذا افيوجن لارج افيوجن ولا سمول افيوجن حاجه ثالثه عرفنا هل هو الافيوجن هذا شنو الكاركتر نتاعه الاكسوديت اور ترانزوديت فاينلي عرفنا هل هو اسوشيتد وذ نيمونيا ولا جاست اتيلكتسس طبعا بنشوفوا اللانج بارينكيما اتسل خلاص طلعنا تو كملنا البلورا وخشينا ديبر للبارينكيما البارينكيما عندك ثلاثه حاجات بتركزوا عليها او حاجتين اساسيات هل البارينكيما معبيه بالميه ولا لا هل البارينكيما هذه كونسوليديتد ولا لا هذه اهم حاجتين انتم بتحطهم في بالكم بدون عشان في الالتراساوند تمام تبي تشوف هل في انترستيشال ثيكنينج في الانترستيشيوم بتاع اللنج او اللنج هي اللي قدامك معبيه بميه ولا معبيه ببص ولا معبيه ببلد ولا صار فيها كونسوليديشن بشكل هذا كل الايفالويشن اللي بيعطيه لك الالتراساوند فلازم انت تحاول تفهم شنو صاير في الالتراساوند الالتراساوند زي ما قلنا بكري يعطيك ارتيفاكس ارتيفاكس هذه تعطيك فايندينجز انت مش تقدر تشوفها بالعين المجرده لو ان اللنج ويت لو انكم تفكروا في الباثولوجي زمان وناخذ في السلايدز بتاعتهم في البلمونري ايديما ولا في انترستيشن لنج ديزيز الانترستيشيوم بتاع اللنج في البلمونري ايديما يصير لها كونجستشن البلود فيسلز يصير لها كونجستشن وتبدا في ميه حواليها الميه هذه تدير انكسار للموجات الصوتيه زي مثلا حطيت انت فلاش ضيء على الميه حيصير في انكسار للموجات الضوء نفس الفكره يصير في انكسار وهذا هم البي لاينز ونشوف البي لاينز هذا هم الانكسار او زي اشعه الشمس وتخش مع الميه هذا يعطيك فكره هذه يسموها احنا بي لاينز اللاينز الثانيه المهمه لنا اللي هي الاي لاينز الاي لاينز هي نتيجة ريفربريشن ريفربريشن معناها صدى لما تقريبا محمد الدكتور مجري explained it very well أنه هو صدى والجهاز يتلخبط يشوف في هلبة ويفز جي فيعكس الصورة قدامك طلع حالك هلبة ويفز فهي شنو البي لاينز بالعرض ام سوري البي لاينز الاي لاينز جاي بالعرض مش بالطول وحتشوفها وكأنها بلورا 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 هذا انعكاس او صدى للبلورا هذه جود ساين هذه indicates أن اللنج اللي قدامك جافة ما فيها شيء هذه indicates أن اللنج اللي قدامك معبي مية في عندك C lines هي B lines intense B lines يعني بدل ما تشوف أنك أنت عندك انكسار صاير لا هنا الأريا كلها معبية بص فتطلع كلها one thick line يسموه فيه C line تمام this is an indicative of consolidation تمام زي ما كنا نقول وهذه صورة شفتها لقيتها على جوجل which is explains اللي احنا كنا بنقوله فيه لو انك تبي تشوف
الورسنينج اور ديتيريوريشن. لما يجيك المريض مثلا عنده بلورال افيوجن ولا نيمونيا، في الاول اللنج ما فيها شيء، فيري ويل ايريتد، ما في، فتشوف اير لاينز. اول ما تبدا فيهم ميه حتشوف بي لاينز، كل ما تزيد الميه كل ما يزيد الثكنس تاع البي لاينز، في الاخير بكل الكونسوليديشن تبدا الى درجه الهيباتايزيشن مع الاير برونكوغرام، وحنتكلم عليهم ان ديتيلز شوي بعد شويه. تمام. فالنورمال لانج بارينكيمال فايندينج اللي تكلمنا عليهم، اللانج المفروض ما تبانلكش كويس، تشوف الدايفرام، تشوف البلورا تتحرك، تشوف بي لاينز، ام سوري اي لاينز، بس مش حتشوف لانج ستراكشرز قدامك. تمام. مش حتشوف الدايف ال زي ما قلت لكم بكريك عليها، مش حتشوفوا السباين اللي بكريك شفناه. تمام. تمام. نرجع للاي لاينز. اي لاينز مالتيبل ريبيتنج هوريزونتال لاينز بارلل للبلورا، شكلها زي البلورا، هي اصلا زي الميرور ايمج للبلورا نازله لوطا، هذه اسمها اي لاينز. اتس جود ساين، اتس نوت ا باد ساين. ات كان بي سين ان ابنورماليتيز بس اتس ا جود ساين. تمام. زي ما قلنا ريفربريشن افكت، هذا هو ريفربريشن افكت، والجهاز بياخذها بيعتبرها ان هي صوره جديده ويحطها لك في السكرين. It can be normal finding. It can be associated with أي حاجة تزيد الهواء في اللنج، زي الأزمة، زي COPD اللي صار لهم air trapping، أو النيموثوركس حتلقى عندهم A lines. لأن شني ما فيش قدام، ما فيش مية، ما فيش حاجة تنعكس عليها ال ultrasound waves أو تفوت من خلالها ال ultrasound waves. تمام. وطبعا A predominance indicates ممكن نقوله interlobular septal thickening. I'm sorry, dry interlobular septi. وهذه مهمة ليك أنت في clinical practice. علاش مهمة ليك؟ مهمة ليك لأن لو تشوفوا في multiple evidence indicates، لو أنك أنت شفت A lines مع lung sliding، this means أن البيشنت اللي قدامك عنده شيء نيموثوراكس، هذا الكي، أنه إذا كان المريض عندك هذا هايبوتنسيف، تقدر تعطيه الكمية اللي أنت تبي تعطيها من الفلويد without any hesitation. تمام. هذا علاش هذه مهمة ليك، خاصة في الإسعاف ولا في الآي سي يو. جيك مريض شوكت، مش عارف نعطيه فلويد ولا ما نعطيش فلويد، هل هو البيشنت هذا طبعا عنده بالموناري ديما ما عندهاش بالموناري ديما، نقدر نحط التراساوند بروب ونشوف لقيت لانج سلايدنج اي لاينز. تمام، ممتاز، نقدر نعطيه 2 لترز 3 لترز ايزلي وذاوت اني هيزيتيشن. تمام. النقيض نتاعها اللي هي البي لاينز، زي ما كنا نقول انديكيتس ان في حاجه اسمها انترستيشال سيندروم، معناها الانترستيشن بتاع اللانج از ثيك. لو كنتم تفكروا في البيزك اناتومي، عندنا السكندري لوبيول بتاع اللانج، هو في ما بينه في سبته، السبته هذه معبيه بلود فيزلز ومعبيه بادر ستراكشرز ليمفاتكس. فانت وين جي تعبيهم لي هذوما، بتصير لك كونجستشن، تعبيهم لي بالميه، حيبانوا لك البي لاينز. تمام، حيبانوا لك البي لاينز هذوما، وهذا اللي احنا نشوفه فيه في اللنج التراساوند. تمام، مش حنعطاها اكثر من وقتها، اي ثينك انها هي واضحه. ديفيوز بي لاينز باترن انديكيتيف اوف بلمونري ايديما والا فيبروزس وذ جريت سنسيتيفيتي اند سبيسيفيسيتي. تمام. Next اللي هو امتى نقول ان هذه بي لاينز ولا مش بي لاينز، مهمه جدا الكريتيريا هذه. لازم باش تقول انت بي لاينز لازم تشوفها في اكثر من اريا، at least two areas من اللي تكلمنا عليهم، تشوف at least three بي لاينز، وما بين كل بي لاين وبي لاين at least 7 ملم، اقل من 7 ملم، ما يكونش اكثر من 7 ملم. تمام. وهذوما different types من البي لاينز. طبعا هذا 1 بي لاين مش حنعتبره، هذا ما فيش بي لاين، 2 بي لاينز مش حنعتبرها بي لاين، not meeting the criteria، بس 3 or more that's what I will consider بي لاين. ثالث واخر فايندنج عندنا احنا هنايا في اللنج التراساوند اللي هو اللنج كونسوليديشن. مهم جدا ان نشوف اللنج كونسوليديشن. كونسوليديشن زي ما تفكروا في الباثولوجي، كونسوليديشن معناها الالفيولاي تعبت بيبس ولا anything، الالفيولاي معبيه. فلما تتعبى تفقد اللنج الكريتيريا بتاعتها ان هي معبيه هواء، ما يصيرش فيها بنتريشن بالالتراساوند، تبدا تبان لكم شكلها زي اللنج، زي الليفر، اسمها هيباتيزيشن. لكن تلاحظوا هنا في كونسوليديشن وفي هيباتيزيشن. هذا الهيباتيزيشن اللي كنا نتكلم عليه، تبدا الايكوجينست بتاعت اللنج زي الليفر، وهذه لما تشوفها في الباثولوجي كيف شكلها. الحاجه الثانيه اللي بتشوفها في الكونسوليديشن هي اير برونكوجرام. شو معناها؟ معناها انت الالفيولاي تعبت كلها بالبص، في الاير ويز تتبان عن طريقها، تبان لك حاجه بيضاء، كاين جوت بيض او لاين سبيد، هذا نسموه فيهم اير برونكوجرام، نفس الاير برونكوجرام تشوف في السي تي سكان، غير معكوس، يبان لكم ابيض ما يبان لكمش اكحل. هذا another sign of consolidation. Third sign is the stiff lung. Stiff lung تكلمنا عليها بكريكا في اللنج التراساوند، في البلورال التراساوند، وشفنا ان في الاتلكتس اللنج تتحرك بسهوله،
في الكونسوليديشن لانج ما تتحركش بسهوله. ثالث ساين انك مرات تكون صوره زي هذه مش عارف هل هو ده باد اكزوديتيف ولا امبايما اكزوديتيف فيوجن ولا امبايما ولا هذه لانج تصير مرات خاصه انك تدير انت تدير ثراسنتيس وما تديرش ثراسنتيس. هنا تحط انت كلر دوبلر والكلر دوبلر يوريك الضد فيزلز بتاعت اللانج بتاعت اللانج فلذلك ما تديرش ثراسنتيس تقول لا هذه جاست كونسوليديتد لانج. ذس از فيري امبورتنت تريك. تمام لو احنا عرفنا مجموعة كبيرة. أنا عارف أني فختكم رأسكم بحوالي 20 فايندينج أو 15 فايندينج ممكن تشوفها في اللانج. كيف نستخدمها الفايندينج سهية؟ أنا جيت شديت البروب كيف نستخدمها الفايندينج سهية؟ في مالتيبل بروتوكولز باش أنت تنظم روحك. في عندنا بروتوكول أحسن بروتوكول أنا نحبه نستخدمه اللي هو البلو بروتوكول لأنه إيزي. بس في ميني أدر بروتوكولز أنا كعجبوك البروتوكول اللي تستخدمه تقدر تستخدمه. البلو بروتوكول شنو يقولك؟ يقولك أنت تجي تشد الألتراساوند بروب تحطه عليه الأريس اللي قلناها هذا ما قلت. تبي تتأكد أنه صار فيه لانج سلايدنج ولا مش صار فيه لانج سلايدنج. أبر أند لور بلو بوينتس اللي تكلمنا عنها. لقيت فيه لانج سلايدنج في كل الأريس معناها أنت ما عندكش نيموتوراكس. لكن شنو النكست ستيب أول ما تلقى أنت لانج سلايدنج؟ شوف هل في بي بروفايل ولا ما فيش فيه ولا في إيه بروفايل. شو معنى بي بروفايل؟ معناها في بي لاينز ميتينج ذا كريتيريا أوف بي لاينز. معناها 3 بي لاينز إن 2 ديفرنت أريس 7 مليمترز أبارت أور ليس هذه إنديكيتيف أوف بلمونري إديما. أنا هنا تو نتعامل مع حالة بالمونري إديما بكل بساطة. لقيت بي لاينز لكن ما لقيتش سوري لقيت لانج سلايدنج لكن ما لقيتش بي لاينز لقيت اي لاينز والبيشن جاني بشورت سبريت. طبعا المريض هذا جاني اكيوت ريسبيراتوري فيلير. هذا مانجمنت المريض اكيوت ريسبيراتوري فيلير. جاني المريض اكيوت ريسبيراتوري فيلير شفت الالترا ساوند لقيت في لانج سلايدنج في 6 ارياس لكن ما لقيتش بي لاينز لقيت اي لاينز. نكست ثينج نديره هندير له لور اكستريميتي دوبلر نتاكد انه ما عندهاش دي في تي. لو ان لقيت عنده دي في تي لو أنا لقيت عند المريض دي في تي معناها هذا بالمونري امبولزم. لو ما لقيتش عنده دي في تي حنشوف البوستيريور لور شو نقول هذه بوستيرولاترال بلورال سيرفيس. اذا كان لقيت فيه بي لاينز او لقيت فيه فيتشرز ذات كونسوليديشن هذه نيمونيا او افيوجن. لو انا ما لقيتش عندنا الشيء هذا ممكن تكون البيشنت جست عنده COPD extirpation ولا acute bronchiolitis. تمام نبيكم تديروا ignore this part لان هذا ممكن ناخذكم شويه. لو انك ما لقيتش بي لاينز لو انك ام سوري لو انك ما لقيتش لانج سلايد نيكست ستيب بتشوفها هل في بي لاينز ولا اي لاينز. لو انك ما لقيتش لانج سلايد ولقيت فيه بي بروفايل او بي لاينز this indicates ان عندك consolidation صار في الجهه هذيك هذا علاش الاريا ما تتحركش ما فيش لانج سلايد. لكن لو انك ما لقيتش فيه لانج سلايدنج ولقيت في اي بروفايل دور على اللانج بوينت. لقيت لانج بوينت معناها انت 100% تتعامل مع نيموتوراكس. لو انا ما عندكش لانج بوينت احيانا تحتاج دير تشست اكس راي. بس لو انا مثلا انت درت بروسيجر للمريض وما لقيتش فيه لانج سلايدنج ذس از لايك 100% انديكيشن انك انت درت نيموتوراكس ياتروجينيك نيموتوراكس وي شود دو سمثينج اباوت ات. ذاتس اول وات اي جوت. ايل جاست سمرايز ات ان فيو تيك هوم مسجز. أول شيء نأكد لكم أن اللانج ألتراساوند هو simple, quick, very reliable diagnostic tool that you can use in emergency situations. Signs that pneumothorax اللي هي no lung slide, barcode sign واللانج بوينت اللي تكلمنا عليها. البي لاينز تعني لنا أن صار في مشكلة في الانترستيشيوم. Usually بالمونري ديما, not always بالمونري ديما, تفكروا الكريتيريا بتاعتها. Consolidated lung is a stiff lung. Atelectatic lung is flexible lung. Consolidated lung تلقى فيها vasculature. Atelectatic lung ما تلقاش فيها vasculature. And finally, hypoechoic effusion indicates transudate. Hyperechoic effusion indicates anything else other than transudate. And that's all what I got. And شكرا للاستماع وأسف أني طولت عليكم. أعطيكم فرصة تو إذا كان في أي أسئلة أو أي شيء needs clarification. طبعا شكرا دكتور فيصل. بارك الله فيك على المحاضرة الرائعة جدا هذه ممتازة. في هلبة حاجات كنت مش فاهمها أو فاهمها غلط فحق درت لها بوينتينج ودرتها صح يعني فهمتها منك فبارك الله فيك. بارك الله فيك شكرا. إذا كان في أسئلة تقدر تسأل أو تقدر تحطه في الـ في الشات بوكس إذا كان مثلا في someone is shy or something.
السلام عليكم فيصل. بارك الله فيك فيصل الحضور الحق كله. تفضل تفضل تكلم سامحني. الو بس سيد عبدو ولا محمد المقري تفضل واحد منكم. تكلم عبدو تكلم. اوكي انا ما عنديش سؤال جاي نقول كومنت بس لكن تكلم انت عبدو تفضل. خلاص محمد توكل على توكل على. طبعا يا فيصل ما شاء الله يعني محاضرة ما شاء الله تبارك الرحمن يعني والأمور وضحتها بشكل يعني دقيق جدا وبسيط وسهل الفهم يعني بارك الله فيك. محاضرة جميلة جدا 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 يعني واضح انك انت انسان متمكن من لونج الترا ساوند مش انك انت توصل للمرحلة انك تعطاها بالطريقة هذه يعني المحاضرة. طبعا في نقاط بسيطة كي من نتكلم عليها. اولا هي نقطة مهمة جدا جدا زي ما قلت انت ان هي انت لما ماشي بتدير الالترا ساوند اكزام لاي واحد زي ما قلت انت عندك بيشنت عند اكيوت هايبوكسيك ريسبيراتوري فيلير وانت ماشي نازل للاي ار ولا ماشي للفلور ولا ماشي للاي سي يو بتدير لانج الترا ساوند انت از ا فيزيشن مش ماشي غير تدير الترا ساوند وخلاص. انت عندك ديفرنشال دايجنوست في دماغ يعني انت لما ماشي عارف المريض هو شن الباس ميديكال هيستوري بتاعه وبشن كيف صار للبرزنتيشن الهيستوري. وزي ما قال نقطة مهمة جدا جدا فيصل لما قال لو انك انت مداير بروسيجر ريسنتلي البيشنت كيف مدايرين للسنترال لاين البيشنت كيف مدايرين لمتن ديالسس كاثتر الاشياء دي كلها يعني تستفيد منها هلبة باش تخليك الاكزام سريع لانك انت لما ماشي بدير الاكزام لو البيشنت كيف مدايرين لديالسس كاثتر ولا مدايرين للسنترال لاين والبيشنت خش في acute high box respiratory failure انت 99% ماشي تدور في موضوع واحد اللي هو النيموتوركس يعني مش هياخد منك الا 1 minute وبتدير يعني عندك هدف معين اللي حط الالجوريزم اللي حطه فيصل بتتبع طول في lung sliding ما فيش في بي لاين ما فيش في اي لاين ما فيش في lung point ما فيش وهكذا. او مثلا انت ماشي للمريض كان في المستشفى لي 4 ايام وقالوا لك عنده acute shortness of breath وجيت تشبح في السيستم اللي انا ما ياخذش في انتي كواجيليشن انت ماشي حاط في بالك 99% المريض هو عنده pulmonary embolism لما انت ماشي غير تبي تدير يعني exclusion لحاشية معينة. النقطة اللي بنوضحها ان انت لما ماشي بتدير الالتراساوند you have to think you are a physician and you have differential diagnosis in your mind and the ultrasound is just a tool to help you to reach that diagnosis. It's not the tool that it will guide you. No, yeah, the tool that it will help you to reach what you have in your mind or what to exclude that it had in your mind already. وشكرا يا فيصل سمحني على المقاطعة. لا لا بارك الله فيك جدا very very well versed يعني بالضبط انت كالتراساوند ولا كسي تي سكان ولا كأي تول انت عندك كدكتور احنا مش روبوتس احنا نستخدمه في الاشياء هذه باش تعطينا findings تأكد أو تنفي الأشياء اللي في رأسنا يعني لو نمشي مش نحط الالتراساوند بشان نلقى فيه كل المعلومات على الالتراساوند. لو أنك أنت استخدمت الالتراساوند يعني بدون أي تفكير أو بدون أي ثيوري في رأسك أنت حتزيد لخبط روحك تمام. مرات تلقى فايندينج انسيدنتال فايندينج ما لهاش علاقة بالموضوع تزيد تعطل الدياجنوزس اند تريتمنت اوف ذا بيشنت. ف يا فيري ويل سيد يا محمد وانت زي ما قلت انت في محاضرتك يعني افول وذ تول از ستيل افول يعني زي ما قلت يعني حاجه سنتين. عندي سؤال دكتور فيصل لو سمحت او فضل. سؤالين يعني تفضل. اول شيء بارك الله فيك جدا على المحاضره القيمه في اشياء كثيره جدا استفدنا منها الصراحه. انا عن نفسي التريننج بتاعي كان فقط على البول ديفيوجن. So we were never trained to diagnose or detect pneumothorax. We were never trained about A lines, B lines, C lines. But mashallah, يعني كان مفيد جدا التوك. السؤال الأول بسيط جدا. The two probes. Usually in my training,
We're used to do the thoracic ultrasound using a curvilinear probe. So would you mind sharing with us the disadvantages, especially disadvantages of using a curvilinear probe? Because okay. انت اللي اشتغلت به هو الاذر probe which is used by echocardiographers. السؤال الثاني which is more of a precaution really. Pneumothorax is a usually it's a very serious condition to concern for using the ultrasound is the sensitivity with which you would diagnose a pneumothorax. In other words, missing a pneumothorax is a serious problem. Yep. Whenever a physician has a patient with pneumothorax, usually diagnosing it with a chest X-ray is straightforward. If there's still concern or the question is still there clinically, then the next step would be to do a chest CT. So, من ناحية كلينيكية لما يكون فيه مريض هو serious, to which degree should the physician, حتى لو كان senior physician, to which degree should the senior physician be reliant, dependent on the use of ultrasound, and to what degree should you be confident until you don't want to go to the next step, which is requesting a CT? Never mind the chest X-ray, because the chest X-ray is always available. Very, very good. Mm-hmm. I have to have a choice. Lala, very, very good question. شوي بس أنا بنوريك finding. طبعاً very good question. وأنا كنت زيك كنت نقول أنا كيف نديرو pneumothorax is a very serious issue and كيف نستخدم إحنا lung ultrasound to diagnose it وإحنا نقوله sensitivity. لكن لو أنك تشوف أنت studies والداتا كلها it's more in favor of lung ultrasound to diagnose pneumothorax لأنك أنت مستخدمش مثلاً lung sliding بس. The chest X-ray has sensitivity of 52%. Ultrasound bullet sensitivity is 88%. So you are more likely أنك أنت تلقى pneumothorax. Small, tiny pneumothorax with lung ultrasound than with a chest X-ray. Sometimes even radiologists I have not said, sometimes they miss small, tiny pneumothorax. طبعاً, this is pneumothorax, not pneumomediastinum. إذا كان pneumomediastinum, I'm totally with you. You can't find it with lung ultrasound. بس هنايا مثلاً في الأكثر المستشفى اللي اشتغلت فيهم, it's a kind of يعني the diagnostic tool of choice. اللي نبدو به اللي هو ال lung ultrasound. أول شيء it's way quicker. أنت في ال ICU قاعد دير في البروسيجر وأنت قاعد تدير في البروسيجر تقدر تحط الألتراساوند بروب تشوف البيشنت خش في نيموثوراكس أو ما خش في نيموثوراكس right away. تمام. إذا كانك أنت شفت ال four areas أو five areas بتاعت ال lung بالطريقة اللي قلناها إحنا شفت lung slide في ال vertical horizontal in three areas, معنى أنت actually literally شفت circumference بتاع الجست كله بالألتراساوند بروب وشفت اللنك تتحرك قدام عينك بالشكل هذا. طبعا غالبا احنا for patient safety we do another chest x-ray after, بس اللي نديره فيه احنا هذا لا يعني انك انت مديرش chest x-ray, هذا يعني انك انت تبدأ البيشنت باللنك ألتراساوند. You don't need to, unless you have high suspicion of patient خاش في pneumothorax, you'll end up doing a chest x-ray. احنا هنا مثلا نديره في بلورال سيرفيس, نديره في chest tubes واللنج التراساوند يعني chest thoracentesis وchest tubes والاشياء زي هذه, فاحنا نديره two layers protection. بس انت لو انك انت you're just like putting this in differential diagnosis while the patient's in the ventilator, you can just start with the lung ultrasound and it should be fine. I'm not sure if I answered your question right or not. Does this answer your question? Yes, واضح جدا دكتور فيصل, خاصة مش عارف شنو هو اللي انت حطيته اي فورم سي سي ام. يس فيري نايس فيري فيري سبيسيفيك انسر تو ذا كويستشن. اي دينت ريلايز ذا سنسيتيفيتي اوف ذا تشيست اكس راي واز سو لو 52%. ذات فيري لو ذات نوت اكسبتبل. والحاجه الثانيه سامحني الحاجة الثانية سمحني فيصل لو نساعدك نتكلم في الإجابة هذه. طبعا مش عارف طبعا كل مستشفى وعندهم how fast the X-ray they can present to the bedside. أنا أولامس بس يعني في السيرفيس متاعنا في ICU one of the fellow he went to do a central line والبيشنت أموره تمام. السنترال line كان غير أن البيشنت يبدو له على البريسس,
بعدين البيشنت ستارت ان بريسرس وفجاه بدا البيشنت هايبوكسيك وهايبوتنشن مور. مهم اني بطلب ستاتستكس راي. طبعا احنا ستاتستكس راي يعني في المستشفى مش حتكون يعني في يعني على الاقل بتاخذ 7 8 minutes to be in the bedside. تمام يعني هذا يعني احنا نسمى يعني ديلي لكن ما علينا يعني باش تاخذ يعني وقت باش توصل. ومشينا للبيد سايد الالترا ساوند موجود في الاي سي يو which زي فيصل قال بالضبط يعني it will take you less than a minute to do a quick exam. يعني less than a minute if you are expert in doing the exam. درنا الاكزامينيشن البيشنت عنده complete يعني no lung sliding في اللنج يعني في السكس lung zones في الرايت سايد ما كانش في lung point لكن كان كل الفايندينج بتاع عندنا هو بيشنت عنده نيموتوركس. We place the chest tube the, يعني أثناء الـ بعد الالتراساوند examination وحطينا chest tube وconnected the chest tube بالchamber وبدأ الـ air bubbling والpatient blood pressure بتاعه بدأ يتحسن والpatient oxygenation بدأ يتحسن. يعني خدت منا الموضوع around 10 minutes. The chest x-ray هذا وانجد. Yep, yep. طبعا really? chest x-ray جاي دار الصورة to improve in, احنا دار الصورة chest x-ray just to confirm the chest tube in position والpatient doing fine and done. يعني انت تدير هذا كله وقاعد تشست اكس راي ما جتش للبوزيشن بتاعك. هذا نحكي يعني في امريكا هذا يعني 10 مينتس. ايماجن في اماكن ثانيه مرات تقول لي حتى متى ربع ساعه نص ساعه بتجي تشست اكس راي. يا وخاصه لو انه هو تنشن. طبعا انت في عندك حاجه ثانيه سامحني دكتور مقري يعني درت لك انتربشن بس في حاجه ثانيه انت لازم تحطها في اعتبارك. If you are really concerned about pneumothorax You shouldn't be satisfied with one diagnostic tool. أنا مرات هنا في العيادة جاني مريض وأنا شاك أنه مثلا عنده I think this is for example carcinoid syndrome. خلاص أنا درت دايرين diagnostic testing وواصلين لمرحلة أن احنا نقول هذا مش carcinoid. لكن أنا مرات ناخد extra precautionary step وندير more diagnostic testing لأن أنا my gut feeling says أن هدايا patient has this condition. لو أنا جاني مريض وعنده tension pneumothorax أحيانا احنا نديره في النيدل ثوراكوتومي هذه قبل حتى نديروا الالترا ساوند. تصور مره ان درناها درنا ترانس برونكيال بايوبسي وباش نخش نيموثوراكس لان انا مثلا الديفرنشال دايجنوست تاعي اني درت لا ترانس برونكيال بايوبسي باش ديساتوريتنج وهايبوتنسيف هذا تنشن نيموثوراكس تول وات ايلس كود هابن. يا صح قبل ندير اي دايجنوستيك تول. فانت زي ما كان يقول لكم دكتور مقري everything you should put everything into perspective. كل شيء is يعني هي انت تعالج في مريض مش تعالج في الترا ساوند تعالج في تشيست اكس راي. وفيصل سالك سؤال ثاني لو تقدر تتكلم عليه يعني موضوع الكيرفي لينير وعلاش انك انت تستعمل في الفيرز اري مور ذان كيرفي لينير وش الديسادفانتج اوف كيرفي لينير. يا لو انكم تلاحظوا لو انت تشوف الكيرفي لينير فوت برينت وال يا ريت ترجع لمحاضرتك تورينا البروب بس باش الناس yeah, الصوره شو انا قبل بنفتح الانوتيشن بس ما قدرتش شويه بس اوبس تمام. اللي بنقوله لك ان الفوت برينت از ايفريثينج. شو معنى الفوت برينت؟ انت وين تحط الالترا ساوند بروب الاريا اللي بياخذها فوق التشست وين كانت في الجهه هذه تقريبا ستارتنج ابل بالضبط. الفوت سوري يا الفوت برينت بتاعت طبعا كلهم كان وورك تمام. انت يورك وذ وات ايفر يو ار مور كومفورتبل وذ ديما في كل شيء. بس هنايا لو تشوف هذه تقدر تحطها على الانتركوستال سبيس وتتفادى الربس. هذه من بتحطها الربس حيكونوا جايين في الطريق بتاعك. هذه اول شيء. ثاني شيء الفريكوانسي والدبث عند هذا احسن. طبعا هذا البروب نستخدمه فيه في الايكو لانه ريل تايم موفمنت تشوفها اسرع من الموفمنت اللي هنايا. فانت لو انك تجرب انت جرب حطهم البروبس اثنين حتلاحظ ان الايمج از ماتش بيتر كواليتي هنايا والبارامتر يعني الميجرمنت اللي عندك حتكون اقرب للواقعيه من الكيرفي لينير. بس يو كان يوز ات اني استخدم فيه اكثر من مره في المرضى السمان عرفت. فانت يو تراي وذ مالتيبل بروبس تشوف وات يو ار مور كومفورتبل وذ. بس انا الطريقه اللي هيك دارونا بها تريننج ديما نستخدمه في هذا هو الاول بعدين نستخدمه في هذا ونبوك ناخذ مور ديفينيشن للبلورا. هذا نستخدمه فيه المرضى السمان او ريرلي يعني بريتي ماتش وي دونت يوز ات ات اول. بس اي ثينك المين بوينت از انتركوستال سبيس يعني فيتنج انتو ذا انتركوستال سبيس.
سؤال يا الشيء الثاني. تفضل تفضل سامحني. يا معلش دكتور بس بنوضحها هذه. مين اللي قلت انت كنت بتدير الفيس داري بروب؟ هو هذا الاول اللي انت تستعمل فيه مرات تنزل للباسكل بروب او اللينير بروب لما انت تبي تطلع مود ديتيلز على الفلورا، هو هذا الابروتش بتاعك ولا؟ يب يس. طبعا هذه انا تو العكس العكس نتاعك فيس تو ما نبدا بال على حسب انا وش ماشي من دير صراحه. لو انا ماشي انا منشوف حاجه ريليتد تو ذا بلورا يعني والبيشنت هيز نوت ذات والبيشنت مش سمين هلبة مثلا والسوفت تيشو بتاعها مش هلبة، نبدا بالفاسكل اللي هو اللينير بروب لان بنشبح يعني مور ديتيلد البلورا نفسها موفمنت والسلايدنج. سمتايمز يعني زي ما قال فيصل البلورا سلايدنج اتس نوت سلايدنج جاست شيمرنج يعني زي الرعشه تشبح تشبح فيها بس عرفت. في اشياء زي هذه مرات بالفيز اري صعب هلبة تشبحها. صح. لو انا هدفي ماشي منشوف البلورا بيس ونبي كويك بسرعه بسرعه نبدا باللينير ونكمل الاكزام تاعي بعدين عندي وقت نفكر في الاشياء الثانيه. لو هدفي ماشي مندير فل بولمونري بوكس هذا شيء ثاني زي ما قال فيصل بالضبط نبدا بالفيس دارين نكمل الاكزام تاعي بعدين لو في حاجه بانتليش ندير ال شنو يقولها اللينير. Yeah. طبعا حتى انا في حاجه ثانيه it's institution based يعني احنا هنا فرضين علينا نمشي بلو بروتوكول كلك تمشي من نفس المريض لما تدير بروتوكول كامل توقفش يعني في النص ولا تدير مثلا تشوف بلورا بس ولا تشوف which is fine. I mean like انت عندك question you need to answer it بس for training purposes احنا خلو فينا نديره في full examination each and every patient. انا اللي بنقوله انك انت whatever you are more comfortable with and whatever gives you the best image لان ultrasound machines are different. مرات تطيح في ألتراساوند سونوسايت 2021 طلع لك إيمج وكأنك تتفرج على 4K. مرات تطيح في جهاز قديم ما يطلع لكش جود إيمج حتى بواحد. فأنت مرات الكيرفيدان يرتطيك بيتر إيمج. دكتور فيصل في أسئلة على الشات روم. Sure. في دكتور جب يسأل how to differentiate the collapse caused by mucus plug and collapse by pleural effusion itself. يعني شو الفرق بين الكولابس ما بين الميكس بلاج ولا البروفيوجن؟ هل نقدر نديره ديفرنشيشن بالالتراساوند؟ I don't think that there is an ultrasound way that I know of to differentiate that. This is clinical diagnosis. You will see the بلورا يعني تشوف يعني chest X-ray تلقى فيها مثلا أو حتى بالإكزامينيشن تلقى ال بلورا ال سامحني التراكيا والميديستم تلقى shifted toward the side of the mucus plug. مثلا toward the side of the lesion في حالة mucus plug أو loss of volume أو في حالة ال pleural effusion هو large pleural effusion حتلقى فيه shift towards the other side لأن pleural effusion is pushing it towards the other side. This is just X-ray finding ولا clinical finding. بس ultrasound finding I'm not sure. ممكن دكتور مقري يساعدني في موضوع هذا بس I'm not aware about any way. هي سؤال يعني تقدر تحطها في أكثر من يعني الأول فرق بين كولابس بالميكس بلوج ولا نيوموتوركس عرفت والحاجة الثانية هي كولابس بين زي ما قلت ذا بلور فيجن. طبعا الإيزي أنسر if it's collapse due to pleural effusion you will find pleural effusion في الألتراساوند تاعك يعني أنت بدي ألتراساوند you will find there is a pleural effusion. هل تأنسر there is a pleural effusion or not لكن كولابس ما في من غير pleural effusion يعني كولابس على خاطر ميكس بلوج. يعني زي ما قال فيصل نقطة مهمة جدا جدا في البداية إنه قال إنه لو ما فيش air بين اللونج وبين التوب بلورا اللي هم البرايتل فيزر بلورا لو ما فيش air بتشوف السوفت تيشيو بتشوف السكن قصدي والسوفت تيشيو وتشوف البلورا سلايدنج صح ولا؟ لو اللونج في حد ذاتها كلها كولابست تمام يعني you will not see the sliding لأن اللونج ما فيهاش inspiration و expiration يعني أنت البلورا توا في الجهة هوني you will not see sliding يعني انت احتمال يتهيأ لك ان المريض هو عنده نيوموتوركس لان there is no slide. لكن الفكره حتشوف في اي لاين مثلا تمام لكن يعني سوري حتشوف في الجهه الثانيه فيها لونج سلايدنج فيها اي لاين لك في جهه ما فيهاش سلايدنج بوك انت تقول زعما هذا عنده نيوموتوركس ولا كولابس لونج. شو اللي بتشوفه؟ بتشوف ان اللونج بلس ساين اللي هي البلس ساين تبع اللونج بلس تايم يعني اللونج ماشيه مع الهارت ريت لان شنو يصير الهارت متاعك نفسه لما يتحرك بلسيتايل الويفز هذه يمشوا في وسط اللنج تبدا اللنج بلسيتايل. كيف تعرف انها لما تشبح العلامه هذه تعرف ان ما فيش نيموتوركس هذه كولابس لنج
غير ان ما تحركش ان في ميوكس بلاج. هذا كيف تفرق بين كولابس لانج ولا واحد عنده نيموتوركس، لان في الحالتين ما فيش لانج سلايدنج. لكن زي ما قلت لك باش تفرق بين كولابس لانج فروم بلورال فيوجن ولا كولابس لانج فروم ميوكس بلاج، انك انت بتدير التراساوند تلقى فيه بلورال فيوجن وتلقى الساين بتاع الكولابس لانج او الساين بتاع ان كونسوليتد لانج، هذا خلاص تعرف ان في السبب موست بروبلي بلورال فيوجن. لكن زي ما قال فيصل يعني باش تو ديتيل ديتيل حتى كلينيك، يعني انت كلينيكلي انك بتعرف المريض بتاعك هل عنده بلورال فيوجن ما عندهش ولا عنده ميوكس بلاج ولا ما عندهش. يا هي بتلقى حتى بس نضيف اللي قاله الدكتور مقري انه بتشوف في النيموثوراكس تلقى في A lines، في الكونسوليديشن تلقى في B lines. هذه اسهل لك يعني، هذه سهله جدا انك انت تشوفها طول. يعني اذا كان لقيت ما فيش لانج سلايدنج وفي معها A lines، this is pneumothorax done. This is like 98% sensitive او almost 100% sensitive. Yeah, بس بس all of these يعني زي ما قال لكم دكتور مقري all of these are signs تقدر تحطهم كلهم مع بعضهم مع الكلينيكال بيكتشر مع الستوري باش انت توصل لدياجنوزس. في سؤال ثاني دكتور بس من نبهك ان في number of questions على الشات. اوكي تو في سؤال ثاني حتى هو من نفس الدكتور جب يقول can we differentiate between cardiogenic pulmonary edema and non-cardiogenic pulmonary edema by ultrasound? It is the same B-line or لا؟ It is the same B-line. It is a thickening of intercostal, I'm sorry, of interlobular septal areas or the interlobular septi or interlobular septal thickening. هو كلهم نفس الشيء. Difference ممكن تلقاه لو أنك قدرت echo. لو أنك كملت البوكس ultrasound بتاعك وحطيت على الهارت، شفت ان الاجكشن فراكشن مثلا بتاعك لو او سمثينج، بس باي الترا ساوند اتسيلف يو كانت ديفرينشيت بتوين بوث اوف ذم، اتس اكزاكتلي ذا سيم. في سؤال ثاني حتى هو يقول انفلتريشن اوف نيمونيا ان اكس راي تيك تايمز ميبي مور ذان 6 ويكس، واتس اباوت ذا الترا ساوند؟ يعني هل يطلع طول ولا لا؟ وقديش قديش يقعد باش ديسابير باي الترا ساوند يعني؟ Very good question. I don't know the answer on top of my head. حقيقة مش عارف إذا كان في أي دكتور ثاني يعرف الإجابة هذه. هو صراحة يعني ال first part نقدر نجاوب لك عليه. Second part مش إنه فيصل ما يعرفش الإجابة، إنه هو it was not studied يعني بالألتراساوند نفسه. يعني ال first part إنه yes it's earlier than the X-ray. It changes the شبحة. إنك أنت متفكر فاك دكاترة يعني. انت نيمونيا it's an inflammatory process صح ولا؟ في عبارة عن inflammatory cells بدت تحارب في التيشيوز وبدت ان في الانترستيشيال تيشيو في more inflammatory cells وفصل الالفيولاي بدأ في more inflammatory cells. لما تحط الالتراساوند بروب you can see this artifact as a B-line. صح في البداية ما يكونش مثلا multiple B-line لكن it's still significant more than 3 B-line. What they think expert opinion wise they think انت you can identify pneumonia earlier using the ultrasound. لكن هل في time المشكلة حتى أصلاً بالإكسراي نفسه there is no study saying oh yeah pneumonia will show up after 2 days or after 3 days ولا after 48 hours after exposure. لأن أنت mainly symptom wise بعدين بتفكر في pneumonia. لو البيشنت already عنده symptoms yes you will see it with the ultrasound or with the chest X-ray. لو البيشنت ما عندهش symptom أصلاً تعلاش بتديرها من الأول الإكسراي ولا الالتراساوند؟ بالضبط هي انت ديما كوريليت انت علاش تدير فيها. طبعا انا وريتكم السلايد هي لو تشوفوا الايريشن الايريشن يزيد يعني فيه ديتيريشن والامبروفمنت بيبان لك بالشكل هو، لكن ما فيش اكزاكت تايم لاين. ممكن بعد 3 اسابيع تمشي تدير الترا ساوند حتلقى الصوره هي، بعد اسبوعين تمشي تلقى هيك. لا بس هي فاريبل من كل شخص الى شخص ثاني. وانت ديما زي ما كنا نقول وي كانت امفسايز انف على الكلام اللي قالت مقري ان يو هاف تو correlate to the clinical picture. علاش دير في الالتراساوند من الاول يعني؟ اذا كان قدرت الالتراساوند الاسبوع اللي فات وكان consolidated اليوم تشوف فيه تلقى فيه B-lines انا probably this is improvement to the B-line. وحاجه ثانيه لازم تحطها في بالك ان B-lines نتيجه نيمونيا تكون very focal very focal في الاريا اللي فيها consolidation. B-lines بتلقاها في بالمنري ايديما عندها كريتيريا زي ما قلنا عندك الكريتيريا بتاعت two areas three lines less than 7 سنتيمتر 7 مليمتر. هذه it's done for a reason باش انت تفرق ما بين different يعني ما بين consolidation وما بين ال consolidation or mass وبين ال cardiogenic pulmonary edema. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فيصل شو حالك امك طيب ان شاء الله معك محمد دقيقه محمد كيف حالك كيف امورك اخبارك كيف حالك طيب الحمد لله نرجعكم روسكم شوي عندي بالله بنرجع بك مره ثانيه للموتورات من حيث البراكتس يعني are you going to insert يعني شيست تيوب directly لما انت تشخص نيموتراكس يعني في العنايه تشخص قلنا نيموتراكس بالالتراساوند بغض النظر انه يكون تنشن نيموتراكس يعني مريض الى حد ما ستيبل انتوبيتد يعني انتوبيتد يعني فنتليتد وكذا وبعدين من غير ما تدير رونشن يعني من غير ما تدير شيست اكسراي عفوا انت معناها بتمشي بالفايتر يعني في البروسيدور وبتدير تيوب وتشخص وتمام وما عادش تمشي تبعت ميل يعني ما عادش تبعت على الاكسراي للستاسيون وكذا يا والله في البراكتس ساعات نحن هناك نديروا فيها جينا المريض عارف يعني لما انت عارف ان الاكسراي يعني مور اوبجكتيف يعني هذا على نقصه يعني بغض النظر على السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي اللي هي ستاتستيك داتا يعني لكن من حيث ال يعني تشبه احنا في الاكس راي مور اوبجكتيف كيف مور اوبجكتيف يا محمد يعني هذا فيها الاوبراتور ديبندنسي اقل يا طبعا هي الفايندينجز طبعا انت اذا كانك انت if I'm not confident in ultrasound I will not use it to diagnose stuff تمام لازم اذا كان يعني مش كونفيدنت 100% من الفايندنج بتاعي ديما بنشوف اذر بيرسون انا اتكلم على انسان يدير في الالترا ساوند ويعرف يدير الالترا ساوند طبعا هي الفايندنج اذا كانها واضحه اذا كان يدير فايندنج والجيت لانج بوينت وطبعا انت تقدر تدير ميجرمنت للسايز اوف نيموثوراكس بالالترا ساوند تقدر تقول يعني مثلا نيموثوراكس نشوف في اللانج بوينت هنايا معناها عندي الجهه هذه كلها ما فيهاش اير ما فيهاش لانج يعني نشوف اللانج بوينت بتاعي هنا هذا ايش احنا نطلعوا في اللانج بوينت باش تقول لي انا النيموثوراكس عندي حوالي 5 سنتي 6 سنتي هو بس ماهوش تنشن طبعا البيشت بتاعك انت على الفنتليتور يو شود بوت يعني سبيشلي اذا كان البيشت على الفنتليتور على بوزيتيف بريشر وكوفيد بيشنتس حطوهم في تشست تيوب احيانا حطوهم في سيرجيكال تشست تيوب لان مش هتقدر تطلع كميه الهواء اللي انت تضخ فيها فبتدير انت الالترا ساوند بتاعك وتايدنتيفاي يور لانج بوينت وتحاول دير اسسمنت للسايز اوف نيوموتوراكس زي التشست اكس راي بتاعك بالضبط لو انها تايني نيوموتوراكس تشوف فيه هنايا فوق والبيشت از فيري ستيبل والبيشت مش على الفنتليتور ممكن نستنى ندير له تشست اكس راي ونأكدها يعني لو أنا البيش أنا ندير له في الألترا ساوند بتاعي ولقيت اللانج بوينت بتاعه لوطة وبوستيريور معناها ما فيش ما عندها شيء هذا كله هو اللي قدامي نشوف فيه نستحقش أن نستنى التشست إكس راي باش تجيني نقدر نحط التشست تيوب بتاعي with confidence وندير التشست إكس راي زي ما قال دكتور مقري we did this a lot of times يعني ما كانش في أي مشاكل يعني فيصل نسأل السؤال بس لو نسألك يا فيصل نقول لك هل إنك أنت قبل 4 سنين فات ولا 5 سنين فات في الاي سي يو مثلا وعندك ألترا ساوند بروب في يدك وتوقعت إن هذا يكون شنو اسمه نيموتوركس هل بتدير تشيست تيوب لا طول This is confidence level علاش قلت لا لا لأن أنا كنت شنو نقول يا محمد أنا كنت نقول لا والله ألترا ساوند قاعد مش نفس الكلمة اللي قالها محمد دقيقة بالضبط أني كنت نحس مش واثق فيه 100% الألترا ساوند تحس الفايندينغ صح مهم. عليك ليش سوى واثق انت يا فيصل انت تشوفها بعينك انت ليش سوى واثق فيصل بقى لاني شفتها قدامي ليش سوى انك شفت الفايندينغز قدامي عليك نور لانك انت تريند وشايفها اكثر من مره ويو بيليف ان ذا ستدي وعارف ان انت معقوله يجيني واحد يقول لي راهو انت راه عندك الاكس راي 50% وعندك الالترا ساوند 95% توصل وتاخذ كل الفايندينغ تمام وتجي تقول لي مثلا انت انا نعرف ندير الترا ساوند مش نمد الترا ساوند دي واحد مش مدايره قبل نقول له اي خلاص 95% لان هذا يعتمد هلبة على شكون اللي يدير في الالترا ساوند طبعا لما نمد واحد الترا ساوند ما عمرش داره في حياته اتس 0% لكن لما نعطي واحد الترا ساوند دي يدير فيه اكثر مره وتريند مثلا زي فيصل تو هيز اكسبرت ان الترا ساوند يعني والبروجرام اللي هو فيه يعني one of the biggest program في point of care ultrasound يعني لما نجي نقول مثلا فيصل هذا الالتراساوند قول لي تو انت عندك نيموتوركس مستحيل حيراجي تشست اكس راي هو اصلا الاتندنج بتاعه ولا التيم بتاعه بيقول له معقوله انت تراجي حاجه السنسيتيفيتي بتاعها صح عليك علاش انه هو تريند هذا الفكره الاساسيه انا واحد من الناس 4-5 سنين فاتوا مستحيل ندير تشست تيوب على الالتراساوند نقول لا راجي الاكس راي هذه لنا حاجه نعرفها وشبحها قبل نقدر نقول نيموتوركس ولا لكن تو بالعكس مستحيل رجاه تمام فهمت جزاك الله خير بارك الله فيك بارك الله فيك
هذا من العرب المانيا محمد. يبلغ يبلغ لخص اللغه زي ما تحضر. عندنا زوز في دكتور احمد الهاشمي وفي واحد ثاني اسمه مالي رافعين ايديهم لو بيتكلموا. السلام عليكم. نعرف. ايوه تفضلي. نعرف بنفسنا الدكتوره معالي قعيم مستشفى طرابلس في المركزي. اول حاجه thank you very very much for this very qualitative presentation. وشكرا دكتور احمد الهاشمي for sharing this kind of presentation. سؤالي هو regarding the seasons of COVID, the complication of COVID scenarios, especially post-COVID lung fibrosis. How accurate ultrasound is useful in following up the progression of the patient? Thank you. Yep. Good question. Very good question. Very relevant. طبعا زي ما انتم عارفين انت اذا كان فهمت السؤال صح كيف نستخدم اللنج ألتراساوند خاصة في البي لاينز لبيشنت كان عنده كوفيد وصار له بوست كوفيد سيندروم. هل هو هذا السؤال او هذا السؤال كيف نعرف البيشنت عنده كوفيد عنده البي لاين عنده بي لاينز نعرفها كارديوجينيك ولا لا؟ هذا هو سؤالك ولا لا؟ السؤال ريجارد نو الاكوريت كويستشن از following up of patient, يعني patient who is really diagnosed with the COVID, and يعني rather than requested HRCT 3 or 4 times, cost effectiveness, hazards of radiation, many patient يعني say لهم relapse because of lung fibrosis after regression, once they stop treatment rather than requesting HRCT, يعني demand رهيب جدا على HRCT. يعني بنعرف how useful ultrasound is a helpful tool for following up. I know أنا طبعا الكوفيد new with statistics. Yeah. Like, is it helpful? Thank you. So, good question. تمام. طبعاً, the answer, you don't use ultrasound to follow up COVID, اللي هو الالتراساوند اللي قلتكم عليه, point of care ultrasound. فيه studies, طبعاً, هنا في مايو, عندنا one of my fellow colleagues يدير في big trial على حاجة اسمها ultrasound elastography, اللي هو الالاستيستي بتاعت اللنج باش يشوف بها اللنج فيبروزس في الالتراساوند. هذه حاجة experimental. بس, البوكس ما يقدرش يفرق لك بين الفيبروزس ولا لا. Unfortunately حتى في اكبر المراكز في العالم قاعدين معتمدين على السي تي سكان. ناو السي تي سكان امتى تبعتها وكيف تديرها واليوز بتاعها هذا يفرق. بس الالتراساوند مش حيقدر يطلع لك يقول لك هذه فيبروزس ولا هذه مش فيبروزس. للاسف يعني it's not that advanced yet, بس في studies on the way. اوكي شكرا دكتور فيصل. في دكتور احمد الهاشمي رفع ايده لو تتفضل دكتور احمد. السلام عليكم دكتور فيصل, شن حالك؟ بارك الله فيك على المحاضره, استفاده جميله, معلومه. احمد ماش نسمع فيك. ايوه تسمع فيك توا. تسمع فيك توا احمد. انا اسمع فيك تفضل. تمام. كيف حالك؟ مع اول حاجه بارك الله فيك مع المحاضره. معلومه بسيطه ان الالترا ساوند ممتاز هلبة, افضل حتى من سي تي والاكس راي, خاصه في الليجن البيريفرال وانتير ميديستاينال, توا حتى في الحالات الماس يوبسي الحق اكثر خدمتي ناخذ فيها الترا ساوند جايدد. البرو فيوجن تابنج الافضل الترا ساوند لنا ريل تايم واقل. والميزه الثانيه فيه انه بتنقص الرادياشن على البشر, معناها حيكون ريل تايم, وخاصة في الحالات الاي سي يو تو اكثر من مره هنا في طرابلس كان مفيه في حالات الاي سي يو ندير تابنج للبلورا فيوجن اندر الترا ساوند جايد. معناها تنبوا المحاضرات هذه اكثر, وخاصة تنتشر لدكاتره الاي سي يو, حتكون في استفاده للباشا ان شاء الله. بارك الله فيكم دكتورنا. احمد الهاشمي هو في بالي. احمد الهاشمي نعرف انا ولا هو احمد الهاشمي في بالنا بقى معقول يا احمد الهاشمي؟ لا كيف حالك يا محمد؟ لكن شو صحتك والله؟ لا مشكلة دكاترة احنا. ربي يحفظك ان شاء الله. لا فرصه طيبه جدا نسمعنا صوتك يا احمد. المفروض ندير لك محاضره معنا حتى انت. محاضره بعدين تاجيل, انا في هلبة دكاتره راديولوجي واي سي يو طالبين على الحق ان شاء الله. عموما نشكركم كلكم, نشكر الدكتور فيصل ودكتور أيمن على المحاضرة. بنذكركم بس بالنسبة للشباب الجروبات نتاع الهاندز أون يوم الاثنين بنبدو المحاضرات نتاع الهاندز أون 2 و3 و4. يوم الاثنين مجموعة دكتور مجموعة شرع الزاوية, يوم الثلاث مجموعة الخضرة, يوم الأربع مجموعة الطبي, ويوم الأربع حتى هو مجموعة البدري, باش نكملوا الهاندز أون نتاعنا.
وفي السبت الجاي ان شاء الله المحاضره نتاع الكارديولوجي حنعلن عليها ان شاء الله في وقتها. بارك الله فيكم. شكرا دكتور فيصل مره ثانيه على المحاضره القيمه. بارك الله فيكم. شكرا على الفرصه. بارك الله فيكم. شكرا على الاستماع. السلام عليكم.